السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود صاحبيال سو دواده مركله شانل كيسما شانل انتي نهورين ولا شوكتا الى اكتانيه الى وانا انتي نعصبنا قنبري الكفرتا سياد يدين سو قاري مقالا اكفا ايدي سندونتان ان شاء الله ما انتو حينو هالكان وهل دي دونا تدبا طريقو اتوك بعين كرتيد حاسوس تمسكح دا سيدين اوغن هاي مسكحدو وحي كميت هاي نمعاد الهي وغو قالسان ايوسي بن آدنك وانا وحا الهي وكغا فضلي مخلوق عالم كنو الانتي سكالي مسكحدا كبع ايدا ايو فكر كيدا وحي سامين كو يشان ديغانك او قفك دقيني هاي اما كنو لي هاي وايها نلاشا ايو قفك كوها ريريسان عافماتك قفك ايو آري مقالي او بادن مسكحدا وحي سورين كرتا نلو الانشرين وحينا كردقي كرتا وحدي عكرا دادك قار كود ايا وحا كوباتا اللو شها اما هنمامك وحا هوس ودعاو دحيفتك قفك شالا مقال كان وحانو كغهال دي دونا اما انين كوسو قد بين دونا تتوقع دب او حوجين كرا عافماتك مسكحدا يويلو حسوس تمسكحدا قد فكواد حوية إن جوج سيد والبهاركة إن شاء الله مقالة صوص عذبان وهل لدونا سيدة والبهاركة مركو والبهاركة هاي اللي سجى يرين كرا أما اللي سجى جوجين كرا نيتجبك أما والبهاركة يدمان أريمها نفط دبي صح وحي وحيله قارسيان قيبتها مسكح ذو قابل سن حسوسته هذا بمركا أريمها نفط دبي صح يكسو مران وحي دواتا سو كارسا مسكح ذا قيب تحسوستا وحانا أود ديدو يران إيسا دمان عافماتك مسكح ذا يأود دي مسكح ذا هدبا إسكو دا إناد هشو هب آد كو جوجين كرتا والبهارك أما آد وقو ليسان كرتون يتشبكا كسو وجحا أعبابك أوقفي عاني كو دوين كرتو وإناد كا يعني إسكو دا إدا إناد عبادة دا إيد ديكريق إله إبادسو إن شاء الله مقال سيدني الشيخي مقال سو سعد بان وقال لدونا سيد اللي وشوشي والبهارك أما لسيغي يريو أما سيغي حكمين كرتت حليا دا والبهارك أدكو شرتت أما نلوشو أي والبهارك وقلسو إن قلب كلاوات إن سميه جميعسي جميعسي وما هواح جركة وقلي وفي عن بسوحو سيزوك اللي وفي عن هي هاي مسكح دا قفكا وحونا كساحيدة يا مسكحة إنو قفكو عسوستي سميدو إيميد ديربا أي أسور قلس إنو حسوستو هدي آد ديقا غسي جوكتا أو غشقي سيسو أديقو عيارها نوحيدة كالدوان أي جمعسيقا أما هدي تي آد دور بيتو وحاميشة كسو بيحيدوان وحيابيه يكوغو كاني حسوست حميدا وحانا يران دونا إلو شهاقة بادن مرول بوچي مستيق عاد بلسن وامرول بو جيركاغي مسكحدادو اي عافيمات كودا كرو وقادمان ان قلب كسدحاد وحويه ان حسوستا مو ان مسكحدا كردين كرا موقالدا ددك دنيد اوغو بدن اي كو غوليست حسوستا فرسموينك اوغو بدن انت بدن اي استعمالان وحا كميت هي ان اني حفديان موقالدا موقال با داوتاي موقال كاس وحير كدي وحا سويرنيسا وحيابهي اد موقال كاس كو داوتاي اما اد كو ان اركتاي با ديب حسوسنيسا او تصويرن نيسا امرك ددك بدنا بس صدا حسوستا موقالدي اي داودين اما اني ديب اسويرتان مسكحدودا ان اد بي اوغا ان اود بزنت هاي ددك قالو ان حسوسن كرين وحي اي داودين يو صورد اي كو دح اركين halkii aad ka fikir badan gelin lahayd xarfaha ay tirooyinka in aad xasuusato waxaad ku dadaashaa in aad ka fikirto muqaalada kani waxa ka waa mid ka mid ah qawaaniinta sida ay maskaxdu u shaqeyso waxa jira habab badan oo maskaxda lagu kordhin karo marka muqaalada noocyadan baa ahaadaan een waxa jira muqaalo een haday noqon lahayd een muqaalada ciyaaraha haday noqon lahayd muqaalo waxyaabaha dhiirigelinta adigu wax kasta oo muqaalku ahaan karo isku daynaad inta muqaal daawadtid hadana wax ka dib wax yar ka dib aan muqaalkii dib u xusuusid wuxuu ahaa adigoo mar labaad eegin een waxay taasi ku sababaysaa in maskaxdi aad ka shaqaysiisid وحينا البرقسية قدهيت كوهر مورينا يسا حسوس تادا اسكو دايناد عادة كدهيت تد اناد مرغول بحسوس تد سورادا اي موقالة دا داوتاي
qodobka afraad ee aad ku xoojin kartid caafimaadka maskaxda iyo xusuusta waxaa ka mid a inaad ciyaartid geemanka maskaxda dhisa, gamiska taleefanada lagu shubto ee maskaxda u fiican. Runtii anagu markaan aragno qof game ciyaar, waxaan dhahnaa waxaa sabamala yacni ama waqtigaad isoo dhumineysa iska daysa, laakiin lama oga sirta ku dugan dadka badsada ciyaaraha gameska loo dhaqan ama applicationada gameka ee taleefanada lagu soo tagsado way ka xasuus badan yihiin dadka kale, waayo waxaa jira games maskaxda xusuusteeda dhisa. Geemankaas maskaxda xusuustooda dhisaya waxay noqon karaan geeman kala duwan, noocii rabaanba ha ahaadaan. Geemanka ugu caansan ee xusuusta maskaxda dhisa waxaa loo yaqaanaa sudoku iyo games loo yaqaano crosswords. Geemankani ma aha oo keliya madadaalo, balse waxay waqti yar oo kooban u fiican yihiin shaqada xusuusta maskaxda. Isku day in aad badanaa ciyaarto gemiska maskaxda kordhiya. Ciyaarahani maskaxda waxay ugu dhigan yihiin sida jirkaaga marku uu soo ciyaaro jim oo kale. Qodobka shanaad saaxiibayaal waxaa weeye in aad badsato cunista khudaarta noocyada kala duwan, gaar ahaan khudaarta ay ku jiraan fitaminada E-ga iyo C-ga iyo waliba fitamin A-ga. Khudaarta ayu nooc walba aad heli kartid oo khudaar way fiican tahay inaad badsatid, waayo khudaarta waxaa ku jira fitaminada jirka u fiican iyo A iyo D iyo B C iyo E-ba. Si bahalkan la dhaho broccoli iyo spanajka aad ayay ugu fiican tahay. Sidoo kale cun kaluunka badan iyo digirta. Kaluunka wuxuu ka mid yahay cunooyinka ugu fiican ee kor u qaada xusuusta dadka, maskaxda, xusuusta maskaxda iyo caafimaadkeeda. Sidoo kale cuntooyinka xusuusta qofka badiyana ee kaluunka uu ka mid yahayna waxaa weye cunooyinka ugu fiican ee sanadahan dambena aad loo ammaanay oo dadka maskaxdooda iyo xusuusta aad u kordhiya ama uga saacida. Beaniska digirta loo yaqaano fasuliyada iyo digirteen caadiga ee dalka taala iyo harakowga aad ayay ugu fiican yihiin qofka inuu mar walba cuno. Waxaa ku jira proteins iyo awood badan oo qofka kordhinaya xusuusta maskaxda iyo caafimaadka maskaxda. Hadda waxaa la isku wada raacay in kaluunka horumariyo xusuusta maskaxda. Qodobka todobaad saaxiibyaal waxaa weeye waqti badan seexo. Qofka oo seexan waaya hurdo ku filan waxay burburisaa xusuusta qofka iyo qaybo badan oo ka mid a shaqooyinka ugu muhiimsan ee maskaxda. Waxaa la sheegay in qofka oo hal habeen si fiican u seexan waaya inay ku qaadato inuu kusoo kabto ilaa 3 habeen inuu seexdo. Haddaba haddii aad dooneyso inaad horumariso xusuusta maskaxdaada ama caafimaadka maskaxdaada iyo guud ahaan caafimaadka jirkaaga, waa in aad seexato ugu yaraan 8 saacadood ilaa 6 saacadood iyo wixii ka badan oo aan laga carqaladayn. Isku day inuu qolkaagu aad seexanayso uu noqdo mid mugdi ah oo aan iftiin lahayn ama telefishin iyo muusig iyo cod aan ka yeereen. Iskana fogee taleefanka markaad seexanayso habeenkii si aad maskaxdaada u nasato. Haddaad seexatid 8 saac, 6 saac, 5 saac, muhiimadda waxaweye dhowr saacadood oo aad iska fogeynaysid wax kastoo hurdadaada kaa qasaya ilaa todoba beri camal. Haddii aad ku celcelisid arintan, insha allah waxaad ka faa'iidi doontaa arrimo in maskaxdaadu aad maalinta xusuusta u fiicnaato insha allah. Waan filayaa saaxiibe inaad ka faa'iideen muuqaalkan insha allah. Wixii fikrad ah xagga commentiga insha allah igula soo wadaaga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aad ka hesho muuqaalkan fadlan la wadaag asxaabta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.